ايه؟ لا لا ما حد ليش 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 الشرطة تصدمني؟ ايش سويت؟ خلاص بنزل 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 ما سويت شيء ما سويت شيء خلاص بنزل 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 والله لا تدق على اعطاء النقود ما سويت شيء ما سويت شيء خلاص اظهر في الاكس تعالي عيال انا عند الهوسبيتال لا 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 بنزل 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 مع السلامة الحقني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احمد او شنق اكس بونج مقطع جديد لي اول مرة يا اخوتي واخواتي نزل جراند لا تسوي سكيب اتكلم يا ولد اسمع الكلام ادري ان في ناس تبغى فقط فورتنايت لكن المرة هذه بثيت بث والله انه من اجمل بثوث كان الجراند انا ناصر وسعد يا اخوان احنا ضايعين ما ندري وين كوعنا من بوعنا ما ادري وين البوع بس ما ندري عن شيء سواحات الزبدة كان في ضحك كان في طقطقه كان في خلع ابن 66 لدينا اتمنى المقطع ينال على اعجابكم بتشوفون وبتفهمون كل شيء وضع بسيط نفس الحاله الواقعيه اللهم رافقت بلعبه ناس حقيقيه اللي معك وبتفهمونها واتوقع اغلبكم يعرف قران مشاهده ممتعه تقصون على ضغطك على زر اللايك والاشتراك اكتبوا لنا تحت في الكومنتات ايش تبون حمسونا نبغى ننزل وننوع اكثر بس مشاهده ممتعه طمان الكريم اسوي تمارين يوغا بسوي تكو زيك كيف مين انت هذا شيبه انت سعد اوكي ايوه هي اللي بدك تدق على المسعفه خلاص كيف بي مدنيه خلاص انا كلمتهم بدك على المباحث العامه بدك على المباحث العامه صوت صوت ايش ايش فيهم يجونك على طول بقول هذا متعاطي جرعه زايده ومسدح لا لا والله العظيم ان كل شيء مصور ومسجل جد 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 وينهم وينهم وين احمد وين تيجي بتيجي الحين احلى مسعفه وينهم طيب كيف تشوف جيت الصحه جت بتيجي جد صحه لا لا شلون جت جت الصحه الو رانكس هلا هلا الحين انت بنت ايش قاعد تسوي لا 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 ما صحي لا 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 باقي لا اله الا الله ايش هذا شباب ما لا نحول فورتنايت خلاص كلمها ناصر وزيرة الصحة شكرا يا رونكس روح معنا وزيرة الصحة رونكس بنروح نتمشى بنروح نتمشى ونتعشى ونطالع سينما نتمشى ونتعشى ونطالع سينما خذ الاجازة خذ اجازة نطلع مع بعض عمد اعمال مسؤولية لا لا تعال 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 ما عليك اليوم اجازة ندفع لك وين رايح تعال 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 امشوا 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 خليني بنزل لكم افالون هنا بركب معاه دقيقة ما يركب ما يركب يقولون طيارة مي بسيارة هذه ايش هذا؟ الحقوني اي كلهم سيارات الشرطة والاسعاف يا الله ما اسرع هذا ماخذ واق قلاب ابو محمد يا ولد تبوكي داور داور يا ولد داور 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 ما يسمعك راح بعيد ما يسمعك داور داور هذا ابوك راكب دباب شوف تعالوا تعالوا خلينا نركب معه يا زين مشبب السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم تعال تعال تبوكي نبغى توصيل الله لا يهينك اي والله لا يهينك لا لا والله اسف والله بالغلط معليش ناصر زب الموتر ما اعرف ما اعرف امشي ما اعرف امشي اف 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 لا يا يا اليازة عني يبنى عني ذلك طال يبشر ولا بسامة والله ما كبر اللي يبني يصيب المقاط صار عيونه عدوس ما عليك والله انت اعتزم قسم بالله انت اعتزم بطلب لكم اسعاف كلكم بطلب لكم اشوف هذا ميت بيد العجرة ايوه بالجرم المشهود دق دق على FBI دق على FBI بسرعة دق على الشرطة دق على الشرطة ما نبغى اسعاف دق على اسعاف انا بدق على الشرطة وانت دق على اسعاف يا ناصر ابى اسوي يوغا لين تجي الشرطة طيب ناصر الحين انا اقدر اتكلم وانا طايح ايوه لا 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 ممنوع 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 مواطن تكلم بالشرطة دوري 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 اهلين 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 جت المسعفة جت المسعفة جت المسعفة والله ما صار لك الخير لكن جاء واحد قاعد يمدسنا مطرقة شوف مع مطرقة في يدك تقوم عشان تقوم
قمت افضل ليفل انا بجربها. شكرا لا تقومه هذا خليه يطيح خله. تكفى يا سعد تكفى 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 بسوق بجرب تكفى يا سعد. يا الله يا عيال ظلمت موت ترى يا عيال ظلمت موت ترى يا عيال ظلمت موت ترى معليش الو بالغلط بالغلط جاي والله اني اسف برجع لك انا اسف والله اني جديد والله انا اسف ارجع منوع خذ التيزر كيف انا اسف الو لا 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 خلص لا لا والله اني اسف والله العظيم اني اسف شرطه اف 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 يلا انا قدام عيون اي كلي من مو ترى هذا بغرب الشرطة بروح عند الشرطة انزل كم واحد بالشرطة ملازم وجندي وجندي الاول ولوه موجود بالله لا مو لوه اخوينا وقف خلص السيارة ايوه خلص ايش يمديك احنا يمديك انا كذا برا السيارة خليك انا بنزل دقيقة خليني اشوف اذا زرفته صدق الله يقروش يا زرفته احمد ما عليك نروح نصلحها داخل كثير والله هذه بتوفرها يا احمد ليه ايش نذبح بس نذبح اوكي حمار كيف نذبح احمد خطر اصبر خلكلمه في البدايه خلكلمه طيح خلاص ما يتكلم ما يتكلم خلاص ميت خشوا خلاص الموتر طيب ممنوع يتكلم انت مريت بالتفتيش تاخذ موتر يلا اي عاد التفتيش سيد وفي جسر احنا على الجسر سريع ابو محمد السلام عليكم ممنوع الوتك 12 seconds later خلم بسرعه خلم سعد وين بالتفتيش بالضبط سعد احمد انت اخري بحث الخريطه مش معكم تبحث الخريطه احمد في البث اصبر تحلل اركب خذ سيارتك والحق يلا احمد مع السلامه ها انا بحث اما موترك عندي احمد افتح الخريطه يا سلام يا سلام موتر الشرطة سيئ حتى الباترون يا عمري يا عيون موتر ذا طرب أحس إني أقدر أسوقه ما أدري أقدر أسوقه ولا إني لا يو سعد في إسعاف هنا روح أبو فايز روح أبو فايز هذه العيونك فايز الشرط هذا العيونك اصبر أبو فايز الشرط هذا العيونك شاورونا أغاني يا أخوان وين يا العين قسمي ابو فايز يلا شوف رايح العين قسمي شالني للحوش عمامي وسلمت ورد وسلمي وباتت نجدة على الاحوال يا ما قلنا بالترحيب عن كل بلاوي ومصيبه والخاطر على الله على ما الله موت وخر منك عمري عمري من قدام القهوه في جيب رسايل على البال تقضيت عمري من قدام القهر ما رايد مودة وكي رايد بصيرة في يدة سيدي قهر 12 seconds later أسوق مرة لا والله أنه دخلني السجن يا والله يا ناصر قال ربي لا أطلعك أطلعك ذا الحين يا حبيبي الضابط اسمعني ناصر سيري اللوكيشن على الواتس بسرعه زعل امي زعل امي يا ناصر باذن الله اطلعك باذن اللي ما استمعنا اللي اطلعك انا زهلوني يا يعني لعبتي عساك سعد وينك بسرعه عطني مكانك بسرعه خلينا نشوف وضعك في الماء انا ادري اني ممنوع ادخل وين ابغى داخل اسمها شو اسمه وين ناصر السلام عليكم يا شباب هذا شرطه احمد انت امه يا ادخل ديسك ممكن ادخل يا شباب انا ترى والله ما ادري جديد على السيرفر ابي اتكلم مع الضابط عليكم لا بنقول نايب الوزير اخر واحد يا توب الله يمسيك بالخير توب وينك مستعجل يا احمد ها. احمد توب هذا جندي نائب الوزير اخر موتر اخر جيمس
نائب الوزير ذا. يا نائب الوزير، نائب الوزير سلام عليكم. الو اخر موت نروح عنده. اي والله ان هذا نائب الوزير. سلام عليكم. اي والله ذكره. واللي هو اللي قدامه يا غالي يا طويل العمر. والله اني اسف، انا ادري اني ازعجتك وانت مشغول الان، لكن ممكن كلمه دقيقه بس ابي اكلمك. رد علي بس دقيقه واحده وبضف وجهي. والله دقيقه واحده. طيب يا طويل العمر، عندنا واحد من الشباب والله العظيم منه جديد على السيرفر وما له تقريبا نص ساعه يلعب، وقدر الله علينا انه انسجن بحكم 10 دقائق، لكن احنا الان مشغولين وعندنا موعد نبغى نطلعه. الله لا يهينك ويطول في عمرك طال عمرك. طيب المطلوب مطلوب انك تطلعه طال عمرك. اسمه نويسر، الله يجزاك خير ويزودك. ايديه ايديك يا نعال. نويسر نويسر ان او دبليو 9 ار. تبي رقمه طال عمرك؟ رقمي 894. 894 طال عمرك. حاليا ما يصير. ليه؟ لا تعال تعال تعال. طيب عادي اروح معكم. بروح معكم. اركب اركب، انا بضبطكم وراهم. خلوا عندهم جرية. خلوا نلحقهم سريع. اسرع من موتور مداهمة، عندهم مداهمة. وجع يا جعلك هل وجع. ان شاء الله. بدعشني. الله لا يوفق اللي بيدعشني. طيب خلنا نذبح. خلنا نذبح. اتوقع بعد انه ماخذ الافل حقك. اذبح يا رجال. خلاص خلاص اصفيني انا وي. خلاص خلاص خلاص. ايوه سعد انفض رجع. الله يعز ارضك يا ابو فايز. الله يعز ارضك. ونزلني نزلني خليني اروح ادعس وجهه وما يجي. انقلع. لا اول شيء تجي وش طرت. لا كنت ما بدهم يجون. جالس عاف جالس عاف بسرعة يا حيوان. لا 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 حيوان. حواري حواري احمد تمسك. روح يا رجال طير. اربط يا حيوان. انقلع يا حيوان. تلحقني لي يا حيوان. لا لا جمس جمس بهبهاني يا احمد. احمد احمد الحقنا يا ولد الحقنا. شكلك زندون انت. لا والله شكلك سوى حبيب عنا. لا 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 شوف طلع تحت اني ذبحت نووي. انقم يا نووي هطل يا حيوان. والله يا احمد وين راح احمد؟ امر ناصر جاء. ناصر جاء يا عيال مرون عند القسم يا عيال تكفون. لا 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 يا حيوان يا حيوان. الله ياخذك يا حيوان. والله لا تدق على الاف بي اي. انتبهوا يا حيوان يا حيوان. لا والله اني ادق على الشرطه ورب الكعبه ما يرد علي الشرطه. جو يا عمري الشرطه. يا حضره الضابط بس انا بتكلم. يا حضره الضابط انا مالي شغل. والله انا مالي شغل. انا مالي شغل. انا مالي شغل. هذا جالس يدنا دراما لنا وصدمنا. ممنوع تكلم وانت ميت. ممنوع ممنوع يا احمد. لا ما يتكلم بس اه عادي. بس خلاص يا انعاش. انا قمت يا شباب ممكن اتكلم؟ لا ودي يا الربع يا الربع ممكن اتكلم. شرطه 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 شرطه. لا لا شرطي غشيم. شرطه شرطه تعال تعال. اركب نروح الناس. لحظه يا ابوي ابغى اتفاهم باخذ حقي انا. امشي لحظه بعدين امشي. لا والله هذا هو شبه الجزمه هنا بعيد ترى مع ناس. انزل انزل يا جزمه. اخطف والله. لا ابقس في السياره. لا لا خلاص هي نزل لي نزل لي نزل لي نزل لي. خلاص صار مصدق. هي عم غير خلاص صار مصدق. انزل انزل نوي ينزل ثواني. نوي ينزل ثواني. يلا نوي مع السلامة. حق الحين حق حق مع السلامة حلال علي. شوف دقيقة حلال علي. طيب وقف ثواني تعال. يلا مع السلامة. يا حيوان يا حيوان يا حيوان. اركب اركب تعال تعال. قال طيب على الخط. امشي مش معنا مش معنا يا ناصر. والله لا خليك ترقص في الشارع. والله لا 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 جاي. والله جاي قسم بالله اني جاي. ايه ايه انت بنت الزومبي يا ناصر. انت بنت الزومبي اللي ورا. خلاص يا نوي بنلعب. اسمع يا نوي نوي نوي. انزل 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 من الموتر. يا رجال وقف وقف. لا 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 وقف وقف. والله ما يسلم والله ما يسلم. انزل من الموتر. لا سعد انزل من الموتر. انزل انزل من الموتر. انزل في رجال. انزل من الموتر. دح خلي قريب. انزل يا نوي. انزل هذا هذا ايش عند ام امك ها؟ بس مرضوا واحد يا عيال.
خلاص انا اسف قوموني يا شنق تعال 1 في 1 عندي بنت الزوبي اقولك تعال يا سوح يا لا 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 اللي الحي ذا مر طايح هذا هذا ما غير يلاحقنا وما غير يصدمنا شيتيا شيتيا غير كذا ما يكون مو حلو تمام اعطوه بان مره واحده بان بان طيب في حد احمد خسارة الحكومة ازمنة ستة اثنين انا شاهد انا شاهد وانا شاهد انا عندي مشوار حبيبي اعطوا سكة انا بغلط الكيبورد عندي ما تعودت عليه ليش؟ طلب تعويض بدل ما تطلب بان لا ليش؟ سويت؟ اي عشان يسمعك يسمعك معلك باخذك بيردك عشان اقدر اسمعك ايوه كذا هو محمد ان شاء الله يردك بس انا فوق السطح طيب ليش؟ ايش تبي تسوي فيني؟ نزلني دقيقة اكل ايش؟ حلاوة اللي صار شفت الجسر اللي هناك ايوه انا كنت نازل معاه ورحت مريت واحد من هناك وجبته هنا يعني؟ ايوه هنا تقريبا ثم مرينا من هنا رحنا عند من امر خوينا طلع من السجن اسمه نويصر بعدين هذا جلس يلحقنا يقول ابغى اروح معاكم وجلس يصدمنا بسيارة كل شوي يلحقنا ثم نزلنا نبغى نتفاهم معاه قاعد يطقنا وطقنا وطقنا بعض كم ايدي شباب كم ايدي لك طلع من السيرفر قل له طلع من السيرفر طلع من السيرفر منو عطني رقم اللي ذبحك بس عطني الرقم 802 مدري كم اقسم بالله قام 802 سوى يا ناصر ايش سوى انا طالع تخيل قلت له وقف بركب معك قال يا عمي انقلع قلت له خلاص روح ايوه قلت له خلاص روح يا شايف يا نفسيه شايف نفسك على ايش عشان موتر صرف من الشارع جا ريوس ودعس فوقي دعسني دعس ايش موتر تقابل سلاح احمر ابو محمد يا 802 يا ابو محمد معك ادمن هنا انت ذبحت الرجال فزع اكلمك انا شرطه شرطه السلام عليكم الو وعليكم السلام ورحمه الله خوي مدعوس هنا شوف قاعد يموت في واحد عسى وفقع طيب ساعد على المركز ساعدوا خلي بس واحد يبقى يا عمي حسون اذا الشرطي فاسد هذا شرطي فاسد استقبل رشاوي اسمح لي اجيب هذا اي هذا حسون الشرطي فاسد مين يا حبيبي حرك هذا يا شرطي لا ترفع صوتك عشان الشرطي لا ترفع صوتك يا شرطي انا باخذ السياره هذه ما ادري مين السياره بيكون وزير الداخليه وانا اليوم قاعد انافق انقلع يا ناصر يا عيال مسكته يا عيال الحقوني افا انت تذبح خويي ليش تذبح خويي سعد بذبحك لو 70 لا ما حد ليش الشرطه تصدمني ايش سويت خلاص بنزل ما سويت شيء خلاص بنزل والله لا تدق على اعطاء النقود ما سويت شيء خلاص اضحى في الاكس تعال يا عيال انا عند الهوسبيتال لا بنزل مع السلامة الحقني دو بنزل كفا سيارة لعنة من الغبنة صدع عشان ناصر يتكلم في الجيم ها ناصر علق على الكيو وحط على مثل الثور صار يا اليمين تحت شوي قفلوا السيرفر ليه؟ طالعوا فوق يسار في كلام احمر عندكم كونكشن انتر